يا رب تبارك وتزيد. وخلينا دلوقتي نروح لزميلتنا ليندا عبد اللطيف عشان نتعرف من خلالها على ايه هي اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا ليندا، وقولي لنا بقى حر ولا برد؟ صباح الخير مصطفى، صباح الخير منا. الحقيقه مصطفى الصبح بيبقى حر كالعاده يعني، ولكن هيزيد عن امبارح بحوالي درجتين في القاهره. امبارح سجلت 30، النهارده بتسجل 32، ولكن بالليل ما زالت الاجواء مائله للبروده شويه. بنوصي المواطنين بحاجه معينه؟ اكيد ان هم يتقلوا بالليل ويخففوا الصبح. صح كده. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبتدي وهنشوف على الخريطه اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه. هنبتدي جولتنا من القاهره من كوبري 15 مايو واللي بيشهد سيوله مروريه نسبيه، اما الكورنيش في كثافات مروريه المتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات للي مكمل لحد المعادي وحلوان. كمان في غلق كلي لمطلع الطريق الدائري من محور كورنيش النيل في الاتجاه القادم من مناطق المعادي لمدة 3 أسابيع بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري، وتم تنفيذ تحويلة مرورية الاتجاه القادم من مناطق المعادي الاستكمال بمحور كورنيش النيل، فيمينا اتجاه أسفل كوبري العاشر والدوران، والعودة اتجاه مطلع الطريق الدائري من محور الكورنيش اتجاه مناطق المريوطية. كمان في تحويلات مرورية بعد غلق مطلع المقطم المتجه لمحور صلاح سالم لمدة 3 شهور بدءا من محور صلاح سالم والأوتوستراد وصولا لميدان الفاروق ذهابا وإيابا، الأمر اللي بيستلزم غلق الطريق الصاعد بالوصلة المشار ليها لتأمين حركة المركبات. هنروح في اتجاه كوبري أكتوبر لمنطقة الإسعاف ورمسيس واللي بيشهد كثافة مرورية على طول كوبري أكتوبر ولحد نزلة غمرة والعباسية، أما المتجه في شارع بورسعيد للشرابية وحدائق القبة وكوبري السواح والأمرية والعكس في كثافات عند كوبري الزاوية الحمراء ومنطقة الويلي، أما الناس على الطريق الدائري فياخدوا بالهم من الكثافات عند مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص ولحد نزلة الزراعي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة واللي بتشهد كثافات مرورية بتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية، وفي تحويلات مرورية لمدة 3 أسابيع لتنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبري سيارات مستحدث بشارع السودان بالجيزة ليربط محور الفريق كمال عامر، محور الزمر سابقا بمحور صفط اللبن والشارع السودان، وده بيستلزم غلق كلي لشارع السودان بالاتجاه القادم من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان اتجاه أسفل كوبري ثروة، تحديدا الجهة المقابلة لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وتم وضع الإرشادات المرورية المطلوبة. بنبدأ من محور 26 يوليو في كثافات مرورية في المتجه لميدان لبنان، وبتقل الكثافات لحد نادي الزمالك ومطلع كوبري 15 مايو، أما محور صفت فبيشهد كثافة مرورية. هنروح لشارع الهرم اللي بدأت تظهر فيه الكثافات واللي بتزيد مع موعد الذروة في منطقة مشعل ومن شارع العشرين ولحد الطلبية، وكثافات عالية للمتجه لكوبري الجيزة والشارع فيصل في منطقة الطوابق ولحد العشرين. كمان بتظهر كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وفي كمان تحويلات مرورية بسبب إنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد، وده بيستلزم غلق كلي لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديدا في الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري تجاه مناطق كوبري المطار ومحور أحمد عرابي بس لمسافة ما يقرب من 600 متر، وبتجرى تلك الأعمال لحد الانتهاء منها، وتم إجراء التحويلات المرورية حركة سير المركبات القادمة من مناطق أسيم وأسفل الطريق الدائري، وبترغب بالسير اتجاه كوبري المطار ومحور أحمد عرابي بتقوم بالدخول الاتجاه الآخر القادم من كوبري المطار ومحور أحمد عرابي قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتح الدخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الاتجاه الآخر لاتجاهين لحركة المرور. هنروح دلوقتي مشاهدينا لمحافظة الإسماعيلية واللي رايح للمحافظة من خلال الطريق الصحراوي اللي فيه سيولة مرورية كبيرة جدا بتستمر من أول القاهرة ولحد مدخل المدينة، والمتجه من خلال الطريق الزراعي سواء من طريق الإسماعيلية أو منطقة مسترد في سيولة مرورية. أما شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية، أما طريق عثمان أحمد عثمان واللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم
في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل مع محافظة سوهاج وهنبتدي فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسبب دخول الطلاب للمدارس. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش، وفي كمان بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة، في كمان كثافة نسبية. كمان في كثافات مرورية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. أما طريق الحواويش الرئيسي فبيشهد سيولة نسبية، وطريق المنشأة وطريق أخميم جرجة فبيشهد كمان سيولة مرورية في الاتجاهين القادم لمدينة سوهاج والعكس. وأخيرا طريق أسوان الزراعي الغربي بيشهد سيولة مرورية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع حضراتكم متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية كالعادة هتكون مع الدولار الأمريكي. وسعر البيع والشراء، سعر البيع سجل 18.30، أما الشراء فسجل 18.22. اليورو البيع سجل 19.29، أما الشراء فسجل 19.20. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.86، أما الشراء فسجل 22.74. الفرنك السويسري البيع سجل 18.45، أما الشراء فسجل 18.36. الريال السعودي البيع سجل 4.88، أما الشراء فسجل 4.85. الدينار الكويتي البيع سجل 59.77، أما الشراء فسجل 59.34. الدرهم الإماراتي البيع سجل 4.98، أما الشراء فسجل 4.96. واليوان الصيني البيع سجل 2.72، أما الشراء فسجل 2.70. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب فالبداية هتكون مع عيار 18 اللي سجل 926 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 1080 جنيه للجرام، أما عيار 24 فسجل 1234 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سجل 8640 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الجو هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وفي نشاط للرياح على شمال وجنوب الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 32، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة هتكون في دمياط 25. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية.